بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بالنسبة للوضع الآن في غزة وضع أصبح معلوم ليس مجهول، يعني حيثياته كل ما يتعلق اليوم صار على يعني مألوف لدى الناس، أننا يوميا نرى القصف الذي ينجر عليه القتل، التشريد، التجويع، العطش. يعني الناس كل يوم يعني يعيشون في محن، مكلومين يوميا، يوميا شهداء بالمئات. يعني ما كانش اليوم اللي ما فيش أكثر من 100 شهيد. المناطق الآن في غزة ما فيش مناطق آمنة، كل غزة اليوم مصابة. حتى المناطق اللي تعهد بها العدو أنها تكون آمنة أصبحت هي الهدف تاعه. يعني ممكن منطقة مليونية فيها مليون أو فيها 800,000 أو 900,000 يضربها بدون هوادة. وآخرها شفنا المجزرة على المدرسة الأخيرة هذه، اللي هو مسجد الناس يصلوا، وهو ادعى بأن فيه فريق عسكري أو كتيبة عسكرية أو عسكريين كانوا موجودين. ولكن بعد التحقيقات اللي صارت وبعد ما خرجت الصورة الحقيقية، هم معظمهم مدنيين، أطفال وشيوخ وناس يأدوا في حق الله عليهم أو واجبهم اللي هو الصلاة. وشفنا أين وصل الأمر، أنه الناس دفنوا بالميزان. هذه لأول مرة تصرف في تاريخ البشر، أنهم يجمعوا الأشلاء في كيس ويوزنوها كي تلحق 70 كيلو يدفنوا على أساس هذا شخص. ما كانش حاجة اللي تبين بلي يعني وين وصلنا، يعني أننا نقول ندفنوا الإنسان بالميزان. قال قدر الإنسان هذا شحال يوزن 70 كيلو، أجمع هذاك الأطراف المقطعة هذيك والأشلاء هذيك ووزنها ودفن بالميزان، سميتها أنا الدفن بالميزان. الآن زيد الحصار المطبق هذا تاع قضية المساعدات، الآن ولا شيء يدخل من مصر، أن كل شيء مغلق إلا عن طريق بعض الناس، ممكن مهربين، ممكن تجار، ممكن كذا، ممكن يعني، ولكن حاجة قليلة. يعني لا تفي بالغرض أنك توكل 2 مليون. شفنا يعني كيف المستوطنين اليوم كيف أرخيت لهم اليد، أنهم يتعرضوا للشاحنات اللي يجوا عن طريق الأردن ويعملون على إتلاف تلك المساعدات. شفناها بعيننا كيف المستوطنين يعرضوا لهذوك الشاحنات ويعملون على إتلاف وإفساد كل المساعدات التي تأتي. يعني رغم أن تلك المساعدات دخلت عن طريق التنسيقات وعن طريق كذا، ولكن اليد الطولة. التجاوزات اليومية اللي رانا نشوف فيها في غزة الآن، تجاوزت في الضفة الغربية ما يحدث في مخيم جنين بالأمس وما يرد له، في اليومين الأخر تجاوزت على المسجد الأقصى. اليوم يعني وقبل البارح شفنا بن غافير كيف أخذ ذلك الجموع وراح إلى المسجد الأقصى وقام بالصلاة على خراب الهيكل، السجود اللي يسموه سجود خراب الهيكل. يعني كل يوم راه تزيد الأمور تتفاقم والمصاعب تتفاقم. معناه احنا أمام جو يطلب منا أننا يكون عندنا موقف. الموقف هذا ينجر عليه آلية تعامل. احنا اليوم اخواننا في غزة يحتاجون الى امتهم، يحتاجون الى حاضنتهم. الامة هي حاضنة اهل غزة، يحتاجون الى هذا الرابط الاسري، الرابط الرحم. انهم قاعدين يوميا ينادوا فينا باش ننقذوهم من الجوع، من العطش، نقوهم، نداووهم. يعني الامور اللي قادر كل انسان يشارك فيها، واللي كل انسان لازم يشعر باللي ماهوش عاجز امام انه يساعد اخوان. هذاك اننا الان بعد 11 شهر ما بقاش اي حجه لاي انسان يقول انا مانيش قادر نساعد. يعني الان انت يا مثلا هنا رانا في الجزائر كاين جمعيه البركه اليوم راهي تخدم يوميا، يعني يوميا عندها 50-60 مشروع تنجزها يوميا، سقيا الماء، الوجبات، كفالة الأيتام، توزيع المبالغ المالية، شراء الدواء، حليب الأطفال، الخيام. الآن رانا نشرو في اللوحات تاع الطاقة الشمسية باش نعاودو نمشو الآبار اللي خربها العدو من خلال القصف. معناه كاين عمل يومي. هذا يحتاج إلى مال، يحتاج إلى دعم. الدعم هذا يعني هو دعم بسيط يشارك فيه الفقير ويشارك فيه المسكين ويشارك فيه الغني. لما نقول لك أنا وجبة الماكلة تطيح عليك بمئة ألف قادر أي واحد يدفعها لنا. لما نقول لك اشري قنينة ماء، يعني قرعة ماء، هذه القرعة الماء راهي تحيي إنسان الآن في غزة.
هذيك الوجبه راهي تحيي انسان في غزه. كيقول لك اشري علبه حليب للطفل راهي تحيي فيه. هل الناس اليوم يعني الاكل والشرب ولا قضيه حياه او موت؟ مش كيما احنا، مش كيما احنا قادر انا ما ناكلش يومين هنا بصح ما نموتش، بصح في غزه يموت لانه تحت وضع كارثي، وضع كارثي مع قله. اليوم الناس ما زالت تتساءل 11 شهر ما زالت تتساءل الناس كيف تدخلون السلع، كيف تجيبوا هذا هذا موش ديداننا احنا، هذا موش ديدان حتى ولو نجاوبك عليه هذا لا يغنيك، لا يغني ان المسؤوليه تاعك، مش معناتها لازم تساعد حتى تعرف كيف تدخل السلع. هذا خطا كبير رانا واقعين فيه. احنا تركنا هذا الامر الى الناس اللي على الارض، الناس اللي على الارض عندهم اساليبهم، يعرفوا التجار، يعرفوا طرق، يعرفوا كل شيء. خلينا لهم، احنا شخصيا انا المسؤول على هذا العمل هنا في الجزائر ومسؤول على هذا الخيرات كل نجمعها عبر العالم ونوجهها لغزه. انا ما اسالش السؤال هذا لانه سؤال اراه بانه لا يحق لي ان اساله ونحن في دائره حرب، ونحن في دائرة يعني عدو يراقب الصغيرة والكبيرة، عدو يريد اليوم أن يمحق الحاضنة الاجتماعية محقا، يحوس يقضي عليهم، يحوس يهجرهم، يحوس أنه يحقق أي انتصار ولو على حساب قتل هذا المليونين. فأنا ما نزيدش نساعده، ما نزيدش نساعده اليوم ويجي الإنسان يقول يا شيخ هذا الحصار كله المطبق من كل مكان، ولكن كيف راكم تدخلوا السلعة؟ أنا قلتها مرة بالمرة، قلت ما زالت الثورة الجزائرية قائمة. هذا اللي يسأل السؤال هذا يذبح، لأن أي في الثورة لو كان في الثورة واحد من المواطنين الجزائري يسأل المجاهدين أو كيف راهم يوكلوا في ولادهم، كيف عائلة الشهيد توصلها المساعدات، كيف عائلة المجاهدة توصلها الأكل، كيف تجيهم الدواء، كيف المجاهدين يوصلهم الماء، لو كان يلقى واحد يسأل هذا السؤال يقتل، لأنه عميل بالنسبة لهم، وبالنسبة لهم أنه جاسوس، وممكن المعلومات يعطيها للعدو والعدو يولي يقتل أو يقطع هذيك المنافذ أو يقطع هذيك الأمور اللي قاعدة تساعد في المجاهدين. فلهذا احنا لازم نعرفوا، أول حاجة لازم نعرفوا الاستراتيجية باللي احنا رانا في حرب. هذا موش زلزال، هذا موش حرائق، هذا موش فيضانات. قال مثلا فيضانات وقعت في بلد من البلدان او حرائق او زلزال، الدوله تاع هذيك ولا الدوله تاع هذيك المنطقه تحدد لنا مناطق نروحوا لها، مخيمات، تحدد لنا مثلا لنا مخازن نحطوا فيها السلاح. هذه لا، هذه تختلف تماما، هذه حرب. حرب والعدو لا يريد، والعدو لا يريد لاحد اليوم ان يساعد اهل غزه، لا يريد. اليوم منظمات كبيره معروفه عالميا ويقودها ناس معروفين ولهم علاقة بالأمم إذا كانت الأمم المتحدة اليوم اللي هي المنتظم المعترف به عالميا اليوم ممنوع، اليوم الأونروا ممنوعة، بل بالعكس مش ممنوعة الأونروا، اليوم الأونروا راهي قاعدة تدفع في ضحايا اليوم اللي هم يعني عمال الأونروا الآن صاروا يقتلون. شفنا ماذا فعل العدو مع المطعم العالمي اللي يقوده بريطانيين، ما همش لا من ملتنا ولا من دمنا، ولا هذو بريطانيين يعني معروفين وشخصيات مرموقة في المجتمع البريطاني، وقتلوا لأنهم يدعمون الحاضنة الاجتماعية، لأنهم قاعدين يوكلوا في الشعب الفلسطيني قتلوهم. فاليوم الهيئات الإغاثية، الهيئات الإغاثية داخل غزة صبحت اليوم مقصد وهدف لهذا الكيان ولهذا العدو. فلهذا أنا اليوم في البراكة أنا مسؤول على أرواح تاع هذا الشباب اللي أنا مسؤول عليهم، هذو آلاف الشباب مش شاب واثنين. لما تشوف الفيديوهات التالية، لما تدخل إلى صفحة جمعية البركة وتشوف يعني كل يوم تشوف شباب جدد يأدوا في سقيا الماء، في كل المشاريع اللي نطلقوها. هذو أنا مسؤول على أمنهم، أنا مسؤول على أمنهم، مسؤول على أن ما نعرضهمش بتصريحاتي أو بهدرة أنا بتصريحاتي للخطر. يعني اليوم كي نقول لك احنا في جمعية البركة مع هذا ورانا دافعين 50 شهيد، اي قبل البارح دفعنا واحد مسكين من تاع الاعلام، مصور مسكين يصور يدير الفيديوهات هذو تاع اللي نبلغوا للناس، قال واحد يقولنا ديروا لي عقيقه، واحد يقول لي ديروا لي عرس، واحد يقول لي يا شيخ دير لي سقيا ماء على والدي، واحد يقول لي دير لي وجبات ساخنه على المحسنين تاع الولايه الفاليه او فلانيه، وهذه الوجبات تجينا من كل دول العالم. فلهذا لما تدخلي للصفحه تاع جمعيه البركه او يعني التواصل الاجتماعي احنا موجودين فيه تلقى الفيديوهات من كل الدول،
محسنين من كندا، من أمريكا، من أوروبا بأكملها، من إفريقيا، من شبه القارة الهندية، من الدول العربية، من الدول تاع الجوار. علاه؟ لأن الناس كلها شعرة بالمسؤولية، الناس ما قدرش تتحمل يعني الأصيل والحر والشريف والإنسان اللي عنده النخوة وعنده الرجولة، ما قدرش يتحمل أنه يشوف هذا الظلم، يشوف هذا القتل، يشوف هذا الدمار، هذا الخراب اللي ولا واحد قادر يتحمله. ما كانش واحد قادر يتحمل الشيء اللي صار في غزة، يشوف هكذا الأطفال الصغار مقطعين والنساء مقطعين، وهذوك اللي ينجوا اللي ينجوا عاد يقولوا واحد الجملة تبكي تبكي وتدمع لها العين ويتفطر لها القلب، عندما يقول لك وين الروح، وين الروح الآن؟ يعني الناس ما لقاتش حتى ملجأ، وين تروح، وين الروح؟ يعني هذه الكلمة، هذه الجملة لما توجه إلى الأمة لازم الأمة تتنبه باللي مسؤوليتنا كبيرة اليوم. وإحنا اليوم تأكدنا بأن الحرب ما زالت مستمرة، كنا نقول لعلها تقف الشهر الأول، الثاني، الثالث، هاي فيه مفاوضات. كل ما يكون كاين أي تقدم نحو توقف الحرب أو إطلاق النار كما يسمى، إلا والكيان الصهيوني يحدث شيئا، مجزرة، ضرب قصف، مربع من، ويعيد الأمور إلى مربعها الأول، أو إلى يعني دائما يعدم كل المبادرات، دائما يصفر كل المبادرات. فلهذا احنا اليوم أمام النداءات تاع الاستغاثة اللي من الشعب. أنا إذا نذكركم بالكرونولوجيا كلها، الخطاب داخل غزة وقاعد يتطور. في الأول كانت نداءات تاع استغاثة للشعوب، وكانوا يحملون المسؤولية مثلا بعض الأنظمة المطبعة، بعض الأنظمة المتخاذلة. الآن لا، الآن صار خطاب جديد اللي يخوف واللي يرعب واللي يخلي مسارك كل اللي يخلي مسارك كله، حياتك كلها ونضالها وكفاحها وعباداتك وصلواتك وزكواتك وصيامك كله الآن وضع الخطاب الأخير، وضع هذا المسار كله في المحك. لما يخرج إنسان من تحت الركام، مرأة مظلومة، مكلومة، مقهورة، مجروحة، أولادها شهداء، أحفادها، زوجها، خاوتها، تخرج لك من وسط الركام وتقول وين أمة محمد، وين أحرار العالم، ومن بعد لا أحد يجيبها. ماذا قالت؟ قالت يا رسول الله لا تشفع لهم. ونحن نعلم علم اليقين أن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله هي حجاب، نحن نعلم هذا. دعوة المظلوم لا يستطيع أحد أن يوقفها إلا رب العالمين، حتى الملائكة، ملائكة السماوات السبع تفتح الأبواب بدون نقاش. والآخر يقول دفننا أولادنا وأخبرناهم وقلنا لهم أخبروا الله ونبي الله بأن أمة لا إله إلا الله محمد رسول الله تخاذلت وخاذلتنا، اللهم اخذلهم يوم العرض عليك. هذا كلام خطير، هذا كلام يستدعي منا أن نقف مع أنفسنا، أن ننقذ أنفسنا من دعوة كهذه، أن ننقذ أنفسنا من شكوة كهذه بين يدي الله. أمة 2 مليار عاجزة على إنقاذ أمة 2 مليون، عجزنا عن كل شيء. السكوت الرهيب على المفكرين، على العلماء، على النخب، على الكتاب، على الناس الذين الاستراتيجيين السياسيين، أن يناقشوا هذا الشيء الطارئ على الأمة. هناك شيء طارئ على الأمة، مصطلح جديد. احنا كنا نتكلموا على التطبيع، نتكلموا على الصهيونية، اليوم دخل مصطلح جديد، دخل عامل جديد ما نعرفوش، ما هوش مألوف لدينا، يسموه الخذلان. وأشار إليه سيد الخلق منذ 14 قرن في حديث الإمام مسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خذلهم. الخذلان دائما يكون من القريب، من الأخ. والخذلان وش معناتها؟
ممكن الخذلان الناس فاهمينه، الخذلان مش معناتها اللي يخذلك معناتها لازم يكون خائن ولا يكون مطبع، لا لا، الخذلان كان وين يجيك من خوك قلبه معك ولكن ما ينصركش، وقلبه معك ويبكي يبكي هو يبكي عليك وغايض وانت ولكن عاجز، يعني الخذلان اللي نعانوا منه هو العجز، هذا العجز الذي خيم على الأمة بأكملها، خيم واحد التخييم رهيب من طنجة إلى جاكرتا، يعني لو رجعنا إلى الستينات والسبعينات والثلاث كانت الناس لما توقع مجزرة من هذه المجازر الأمة كلها تهيج، الآن ولا شيء، يعني حتى البيانات الآن لغة البيانات كاين دولة أو اثنين، كاين الجزائر اللي عندها المصطلحات القوية، ولا مبعوثنا في مجلس الأمن هذا سي عمار بن جامع هذا يعني الله يحفظه ويستره اللي عنده لغة قوية جدا في التعبير، ولا خطابات الدبلوماسية الجزائرية على مستوى الخارجية أو الرئاسة أو الأحزاب الجزائرية أو البرلمان ومجلس الأمة، يعني هذو الناس الرسميين والآخر المجتمع المدني تلقى عندهم بعض النبرات اللي تعبر شوي عليهم. فلهذا احنا مسؤوليتنا كبيرة اليوم في أهل الجزائر، وأنا دائما نكرر هذا ونقول احنا المسطرة تاعنا هي أعلى مسطرة، لأن علاه؟ لأن احنا موالينا خاضوا ثورة كبيرة، وشي اللي يصرى في غزة صرى أضعاف منه في الجزائر، قرى بأكملها حرقت دمرت، فرنسا كي خرجت من الجزائر هي خلت كوارث، خلت ملايين من الأيتام، ملايين من المعاقين بدون أذرع بدون أعين، عمات الناس قطعت لهم رجليهم قطعت لهم أيديهم، القنابل ما زالت رجال الأثر تاع فرنسا ما زال اليومين هذا في بعض المناطق، ما زالت هذيك القنابل المزروعة هذيك روح الرعاة مساكن ثم يرعاو تنفجر عليه، ما زالت الآن الأثر تاع فرنسا ما زال نعانوا منه الآن، وإذا رحنا الرقان وين كان هذيك التجربة النووية الناس ما زالت تعاني من هذيك التجربة النووية ليومنا هذا. احنا يا أهل الجزائر احنا اللي نفهموا هذه اللغة، احنا واجبنا كبير اليوم، ولازم نحمد ربي ونحمد الله ونشكره أن اليوم النظام السياسي في البلاد والدولة الجزائرية اليوم في البلاد مع شعبها متجانسين في قضية فلسطين، يعني لو كان نعمل اللي رانا احنا اليوم نعمل اللي رانا اليوم فيها في الجزائر ماناش ممنوعين من العمل، ماناش ممنوعين من التعبير، ماناش ممنوعين من التأييد لفلسطين، ما كاين إمام ممنوع، الإمام اللي راه فوق المنبر كان حتى واحد منعه يهدر على فلسطين، وعمرنا ما شفنا لا وزارة شؤون دينية ولا الدولة ولا عاقبة إمام أنه دار خطبة على فلسطين وأية فلسطين، عمرنا هذه ما سمعتهاش. أنا عندي 30 سنة فوق المنبر، أنا إمام 30 سنة فوق المنبر ونخطب على فلسطين في كل المراحل اللي مرت، ولا يوم من الأيام جاتني دعوة أو استفسار لماذا تتكلم على فلسطين أو تنصر فلسطين، وسمعنا الإمام تاع المسجد الأعظم في خطبة الفطر ولا في خطبة عيد الأضحى بحضور أركان الدولة كلها وهو يتحدث عن فلسطين ويتحدث عن معاناة غزة ويتحدث وأسهب فيها إسهاب، يعني أعطاها وقت كبير في خطبته، ما سمعناش باللي الدولة عاقبته أو قالوا ليش ما أدت الخطبة هذه، معناه ما كان حتى مبرر. هكذا المحسنين أيضا، ما كانش واحد منعك تطعم في غزة أو تسقي في غزة، المانع الوحيد هو نفسك، المانع الوحيد هو العجز اللي تعيش منه، وأنا عارف الشعب الجزائري، نعرف الشعب الجزائري، وليد الشعب الجزائري ونعرف الشعب الجزائري، الشعب الجزائري راه يتعذب، راه قلبه يتقطع، لدرجة الناس خذت قرار خطير، تعرف واش خذ القرار؟ أنهم قال لك عاد يقول لك ما يشوفش، ما قدرش، كاين الناس اللي يطلع لها الضغط، كاين الناس اللي يطلع لها السكر، كاين الناس اللي مرضت، قيم المشاهد هذه ما قدرش يتحمل الحقرة، لأن الشعب الجزائري مفطور على هذا الأمر، ما يحبش الظلم، ما يحبش الحقرة، ما يحبش القهر. فلهذا احنا لازم الآن أول حاجة نحاربوا العجز اللي فينا. أخي كاين جمعية البركة اليوم راهي متصدرة، عندها رجالها على الأرض ونسائها على الأرض ويؤدوا في أداء رائع، رغم القصف، رغم واش دمروا لنا المقرات تاعنا، دمروا لنا المستشفيات، دمروا لنا المدارس، ولكن مازلنا نخدموا،
دمروا لنا سيارة الإسعاف وما يدمروا لنا سيارة الإسعاف وحنا نزيدوا نشرو ونجيبوا، دمروا لنا شرينا الخيم يعني يوميا. الآن قاعدين احنا نجدوا في مستشفى العيون، الآن عندنا مستشفى تاع الأمير عبد القادر يؤدي دور كبير الآن في المنطقة، الآن قاعدين نجدوا في الآبار، قاعد هذا يحتاج إلى دعمنا. احنا محتاجين للشعب يوقف معنا، مش يوقف معايا كجمعية، يوقف معايا كموقف تاع شعب جزائري يخلد في التاريخ، لأن الأجيال القادمة ستقرأ التاريخ كما احنا رانا نقرأه مع على من قبلنا. احنا رانا نقرأه على الأجيال اللي كانت قبلنا بالفخر، نقرأه على أجيال سيدي بومدين الغوث التلمساني الذي قاد 15,000 مجاهد وانطلق منهم من ولاية بجاية وراح إلى هناك وشارك صلاح الدين أيوبي في تحرير فلسطين. نتكلم على الشيخ الفضيل الورتيلاني، الشيخ البشير الإبراهيمي، نتكلم على أسود الجزائر في 67، نتكلم على معركة ميناء الأدبية، نتكلم على 73 كيف راحوا رجال من هنا وقاوموا هذا الكيان، ونتكلموا على عمر راسل، نتكلموا على أحمد بودية، نتكلموا على كل الناس هذو اللي كان عندهم علاقة مع النضال، وكاين ناس مازالوا حيين، راهم سفراء، راهم ناس مسؤولين كبار، كيف كانوا حاضرين، كيف عالجوا القضايا. نتكلموا على دبلوماسية كبيرة في الأمم المتحدة في مجلس الأمن منذ أن تشكلت الدولة الجزائرية. احنا عمرنا ما خلنا القضية الفلسطينية لا في خطاباتنا ولا في مواقفنا ولا في إعلان الدولة كان في الجزائر، وأول رشاش أطلق رصاصة تسمى الثورة الفلسطينية أهداها بومدية العرفات الله يرحمهم به زوج على كل حال. يعني اليوم احنا ما يجيش الجيل هذا في المدة الأخيرة هذه ما يأديش دوره، لا نأدو دورنا احنا اليوم. فهذه جمعية البركة اليوم ما تنظرش لها كجمعية، انظر لها كأداء تاع شعب، انظر لها كأداء تاع مجتمع جزائري اليوم متفق على قضية فلسطين. وإحنا الحمد لله في الجزائر قلت لكم ما كان واحد مانعنا، ما كان واحد مضيق علينا. الحرية اللي رانا نتمتع بها اليوم في أداء أدوارنا تجاه فلسطين ما تلقاهاش في دول أخرى، أنا أشوفه بعينينا وأنا نسمع وأنا نسافر وأنا أشوفه. كاين دول تمنع أنك ترفع فيها العلم الفلسطيني، وكاين طلبة أقصيوا وشفناها في أحد دول الجوار كيف عميد تاع جامعة رفض أن يعطي الشهادة تاع التخرج لأن البنت كانت دايرة الكوفية تاع فلسطين. وزيد 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 ويوميا رانا نشوفوا، وكاين ناس أقصيوا من مناصبهم لأنهم دعموا فلسطين، وكاين ناس أقصيوا وتنمر بهم في أكثر من مجال رياضي، أقصيوا من الرياضة لأنه عنده موقف من فلسطين. فإحنا الحمد لله في الجزائر لا، عالم فلسطيني رفرف مع عالم جنب، وين تروح تلقى العالم الفلسطيني بجنب العالم الجزائري، ما عندنا حتى إشكال. تروح مثلا في بعض الأحيان تلقى الناس في محلاتهم رفع العالم تاع فلسطين، كاين اللي راه دايرها حتى فوق البنايات تاعو، كاين اللي دايرها في البالكو تاعو. وأنا أشجع على هذه الأمور، أنا أشجع الشعب أنه في كل بالكو يكون عالم فلسطين مع عالم الجزائر. هكذا دير زوج علامات خارجهم في البالكو تاعك، علامة الجزائر منه وعلم فلسطين منها، علامة الثورة تاع المليون ونص شهيد تاع الرجالة تاع الناس اللي خلونا الأثر الطيب اللي رانا رافدين رسالنا به أمام العالم، الثورة الجزائرية وما أدراك ما الثورة الجزائرية، وزيد لها الجهاد الفلسطيني. هكذا لازم كل باكو كل باكو كل باكو كل جزائري حر شريف نقي طاهر يدير إعلان فلسطين والجزائر في الباكو تاعو، ولا في حانوته ولا في إدارته. حتى واحد منهم ما كان، حتى واحد منهم وما منعنا حتى واحد باش نعمل لفلسطين ولا باش نساعدوا فلسطين، بل بالعكس لقينا كل التسهيلات والحمد لله رانا نشتغلوا. وراهي ملي خلينا احنا جمعية البركة عندنا سنوات وتخدم فلسطين، بس نحكي لك غير من 7 أكتوبر، من 7 أكتوبر ما غبناش ساعة واحدة على غزة، نخدم في الليل وفي النهار، وكل يوم يزيدوا يجونا متطوعين رغم الشهداء. واش استشهد نهار اللي استشهدوا الـ50؟ والله العظيم قال اليوم بالك تطوعوا لنا أكثر من 1000 واحد، أكثر من 1000 واحد اللي راهم الان تطوعوا في جمعيه البركه بعد ما شافوا 50 شهيد طاحت. مش قالوا يعني بالمفهوم تاعنا كي ماتوا 50 خافوا هربوا، لا بالعكس، وكل يوم كتتبع الفيديوهات كل يوم تشوف وجوه جديده. يعني الشمال الان كل المنظمات الخيريه قالت الا حاجه قليله، كل المنظمات الخيريه هربت من الشمال، بصح جمعيه البركه كل يوم تزيد قوه، كل يوم يزيدوا فوج، كل يوم يزيدون يفتحوا عمل، كل يوم يزيدون يدخلوا منطقة واحدة أخرى اللي ما دخلناش من قبل. وهذا عنده ضريبته هو الشهداء. ولكن احنا الآن محتاجين من الشعب الجزائري باش يعاوننا، باش يوقف معانا،
طلبناها في الزكاة، طلبناها في الزكاة يا اخي، زكاة يا اخي الزكاة هذا مال الله، هذا حق، وفي اموالهم حق للسائل والمحروم. السائل هذا سئلنا، هذا سئلنا، هذا سئلنا، هذا اطعمونا، ومحروم محروم محاصر من كل جهه، لو كما تطعموش تيموت. فلهذا هم الان نداءاتهم كي تشوفوا نداءاتهم ينادوا الشعب الجزائري اكثر من الشعوب الاخرى. علاه؟ لان على بالهم بلي الشعب الجزائري ما يخذلهمش، وشايفيننا على الارض، وشفنا هذوك الناس لما نعطوهم الحاجه كيف يتكلم على الجزائر. ناس يعرفوا الجزائر امور ممكن الجزائر ما يعرفوهاش على ارواحهم، يعرفوا بلي الجزائر اهل شهامه، يعرفوا بلي الجزائر فيهم الرجوله، فيهم النخوه، فيهم الغيره، فيهم كذا. هذه الاخلاق وهذه القيم اللي يعرفوها علينا، احنا لازم نقووها ونبينوا لهم من. يعني الحرب هذه تتوقف تتوقف تتوقف، ولكن التاريخ ما يرحمش، ما يرحمش التاريخ. نخرجوا من دائره البكاء، من دائره العويل، وخاوتنا ومساكن ونعاونهم بالدعاء، هذا كلام مش صحيح. وائمتنا فوق المنابر لازم يتنبهوا. الامام اللي تمر عليه الجمعه عليه يتكلم عن فلسطين بفتوى العز بن عبد السلام سلطة العام فقد خان الله والرسول. الامام العز بن عبد السلام نهار اللي عاد التتار يهدد، التتار جاي يقول حطم بغداد، اقضى الخلافه في بغداد، قتل الخليفه، ذبح 12 مليون مسلم، وجاي زحم على مصر. العز بن عبد السلام حس بالخطر تاع التتار، لقى الناس ماهيش الناس اصلا اهل العلم النخب هذو، لقاهم ياك عارف من بكري كاين الاشكاليات الفكريه، الاشكاليات العقائديه هذه من بكري كاينه، بكري كاين الجدال والنقاش والناس متقاسمه، وكل واحد ينتصر للطائفه تاعو، وكل واحد ينتصر للمذهب تاعو، من زمان كيما رانا يومنا هذا، كيما رانا في يومنا. فهو صاح صيحه شهيره، قال: من اتى قوما قد فشت فيهم الزنا وحدثهم عن الربا فقد خان الله والرسول. نفس الفتوى تنطبق على اليوم. ما تقدرش الان الناس تحدثهم على شيء ما يصبش في صالح المعركه هذه. يعني الناس اليوم تشوف المجازر وتشوف الناس يقتلون في المساجد وفي المدارس وفي المستشفيات وفي كذا، وانت تحدثهم على موضوع اخر. لا ائمه الان لا تشغلوا الناس عن هذه المعركه، بل اشغلوا الناس بهذه المعركه. ما تشغلوش الناس على المعركه، اشغلوا الناس بالمعركه. حسوا الناس كي تدير خطبه على اهميه اطعام الطعام، خلي الانسان المصلي يعرف قيمه اطعام الطعام اليوم في غزه. لما تدير على اهميه سقيا الماء، افضل صدقه الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك اجمل صدقه وافضل صدقه هي سقيا الماء. قولوا بلي سقيا الماء هالك الان، قادر تسقي الماء في كل مكان، صح؟ سقيا الماء الان في غزه تحيي الارواح الان. قلت هذا هو واجبنا الان، واجبنا الان اننا نبحث عن الدور العملي ونكون منجزين، لا نكون لا من الباكين، لا نكون من المتفرجين، لا نكون من المتحصرين الذي قال قلوبهم معك وسيوفهم عليك. لا، الان احنا اليوم اهم المشاريع سقيا الماء. لما واحد يقول له سقيا الماء ممكن يشوفها حاجه كبيره. سقيا الماء هذاك الشاحنه هذيك بدراهم الجزائر 6 ملايين. شرب 1000 روح. مثلا نقول لك وجبه. هذا ما انا ما قلتلكش واكلوا الكافيار. انا ما قلتلك جيب له كروفات. انا ما قلتلك جيب له الميرو. الوجبه ب 100,000. المهم كي ياكل. شتو الاطفال الصغار هذوك بالطناجر هذوك مساكن تاعهم. كي تعطي له هذيك اللقمه شتي البسمه هذيك اللي طلعها هذيك. هذيك البسمه ستوزن لك يوم القيامه. سيزنها لك الله يوم القيامه على جانب 100,000. حنا لو كان واحد نديروا له حساب 100,000 في النهار ما تكفيش. خاصة واحد اللي كان من عشاق القهوة ومن عشاق السجائر وكذا، ما تكفيش والله ما تكفيه. بصح هذيك المية ألف تدخلك للجنة. هذيك المية ألف تخليك يوم القيامة تكون مستور وتمر على الصراط سالم. لما نقول لك الآن قادر واحد بخير محسن يجدد بئر بالطاقة الشمسية الآن طيح ب 220 مليون بدراهم الجزائري، يعني بالنسبة للغني ممكن الفقير يشوفها حاجة كبيرة، بصح الغني يشوفها مكان على وجه. يجدد بئر تشرب منه آلاف مؤلفة. يشفعوا له يوم القيامة. يشفعوا له الناس هذو يوم القيامة، ممنوعين من الماء. هذو مش عندهم قال نقص في الماء، لأنه هذو عندهم الماء، ولكن العدو حرمهم منها. اضرب لهم المحطة تاع الكهرباء، تجيب انت بالطاقة الشمسية هذيك تعاود تجدد، يخرجوا الماء يشربوا الناس. قادر انت تدير 1000 وجبة.
كاين اللي قادر يدير مليون وجبه اغنياء. معناها الزكاه اليوم افتوا فيها الزكاه. انا عاود نرجع للزكاه. 100 عالم افتوا بالزكاه ان هذا العالم واجب على كل محسن وكل مزكي ان يوجه ماله لفلسطين. خلاص هذه فتوى تاع علماء هما اولي الامر. يعني الفتوى الحقيقيه والتفسير الحقيقي اللي في القران اولي الامر هم العلماء مش الحكام. بزاف كاين اللي فيها المهم اختلاف ما بين المفسرين، بصح كاين اللي مال باللي اولي الامر هم العلماء، هم اللي لازم نسمعوا لهم، هم الذين ناخذ عنهم العلم وناخذ عنهم الف... ماشي العالم انا ناخذ منه الحاجه اللي نحبها والحاجه اللي ما نحبهاش. كي قال ناخذ منه كاع نستفتي في الامور. كي قال لي اليوم وجه زكاتك الى فلسطين نقول له لا لا لا، انا عندي الاقربين، انا عندي خياتي وعندي ولاد اختي وعندي كذا، وعندنا فقراء في بلادنا وعندنا كذا. الفقير في بلادنا هو اليوم الفقير ببلادنا هو يتبرع منك يوم القيامه. واني قلت في احد حواراتي قلت لهم سياتي يوم القيامه الفقراء والمساكين ويتبرؤون من العلماء ولا يتبرؤون من الأئمة. اللي يقول لك العلماء ولا الإمام يطلع فوق المنبر الزكاة أولويتها عندنا فقراء. الفقراء تاع الزين اليوم هما راهم يجوا يدفعوا دراهم الغزة. أنا كرأي الجمعية نشهد بها وأمام الإعلام وأمام ألف الناس اللي تسمع الفيديو هذا. قسما بالله يوميا يجونا 100-200 زوالي وفقير، يجيب لي بال100,000 ويجي لي بال50,000 يقول لي الشيخ أنا هذا واش قدرت. وقسما بالله غيجونا الزواوله هنا يطلبوا المساعده، كيقول لهم احنا الان رانا مركزين على فلسطين، يقول لي الشيخ ما تعطينيش اولويه الى فلسطين. هذو الفقراء اللي قد انت تقول لي بلي هذو هما اولويه، هذو سيتبرؤون منك يوم القيامه، لان هذو الفقراء ثاني عندهم قلوب وعندهم وليدات. يقول لك انا على الاقل راني في بلادي امن، خاصتني الحاجه صح ومحتاج الحاجه، بصح على الاقل وليداتي راهم في امان، على الاقل وليداتي يقدروا يشربوا الماء، يقدروا ياكلوا ابسط حاجه. بصح في غزه محرومين من كلش. نختم بهذه وهذه أهم حاجة. لماذا غزة اليوم تدمر؟ تدمر من أجل الأمة. وهذه كثير من الناس ما حبوش يفهموا هذه. غزة كانت قادرة تعيش كباقي الدول العربية. وسمعنا باللي غزة سومت كما سوم النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم جاوا ليه قريش كفار قريش قالوا نعطوك الدراهم نعطوك الملك نعطوك كلش، تنازل على المشروع نتاعك تنازل على الدعوه نتاعك. نفس القضيه جاوا الغزة عطاهم 15 مليار دولار وقالوا لهم نديروا لكم ميناء ونديروا لكم مطار مقابل ما ماذا؟ مقابل الاعتراف باسرائيل. وخرج اسد الاسد فلسطين في ذاك الوقت اسماعيل هنيه رحمه الله الشهيد، اسال الله ان يتقبله ان شاء الله يكون من الناس اللي يكونوا في جوار الحبيب المصطفى، الرجل نعرفه ونشهد له ونزكي على الله احد. خرج بمقولته الشهيره لن نعترف باسرائيل. فلهذا لازم الناس تتنبه باللي هذا الناس التضحيه اللي راهم يقدموا فيها بهذا الشكل راهي من اجل الاقصى والقدس. كانوا قادرين اهل غزه يتنازلوا ويطبعوا كيما راهم يطبعوا الحكام وكيما راهم يطبعوا الانظمه العربيه هذه الخانعه هذه. كانت قادر غزه تطبع مع الكيان الصهيوني ويردوها لاس فيغاس ويردوها لوس انجلوس ويردوها واشنطن بالعمارات الشاهقه، ولكن هم رفضوا ان يتنازلوا على الاقصى الذي هو ملك الامه. فاحسبها مليح يا مسلم كي تقعد راح تصلي الفجر الصباح في الجامع، احسبها مليح باللي راه كاين واحد راه يضحي من اجلك ومن اجل شرفك ومن اجل دينك، فواجب عليك تنصره. والله رفع الانصار لانهم نصروا المهاجرين. هكذاك احنا هذو هما راس الحرب اليوم يدافعوا على الامه. احنا لازم اليوم نؤدي دورنا. والله الموفق، ونحن دائما دعاة للخير. احنا هذا الدعاء وش يعني؟ لا خاص كلامي كل اللي طلبته منك، وش طلبت منك؟ طلبت منك إلا الخير، لأنني أحبك في الله، ما عندي حتى مصلحة معك ولا أريد منك جزاء ولا شكورا، ولكن واجبي أنا واجبي أني أدعوك إلى الخير. ولتكن منكم أمة، هذا المطلب هذا الأمة هذه يعني شكل منظم. الأمة هو شكل منظم. احنا نظمنا هذا الأمر اللي سميناه جمعية البركة. احنا أمة اليوم نظمنا روحنا في جمعية البركة وقسمنا وهيكلنا في إطار القانون تاع الدولة الجزائرية، ورانا نتوجه لكم اليوم قلنا لكم تعالوا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونفعل الخير وافعلوا الخير لعلكم تفلحون.
احنا نطبقوا في نداءات الله سبحانه عز وجل على الارض، والحمد لله رانا نخدموا اللي نقدروا عليها نوصلوها واللي نقدروا، ورانا ندعوكم يوم بعد يوم يوم بعد يوم حتى ياتي فرج الله ونصر الله قريب، والصبح قريب باذن الله، وسينبلج فجر هذه الامه، وان شاء الله هذا الكرب يزول. ولكن التاريخ لا يرحم المتخاذلين، التاريخ لا يرحم البخلاء، التاريخ لا يرحم من ناداه أخوه يوما وقال أطعمني واسقيني وأويني وهو رفض وبخل. فهذا الأمر يجب أن ننتبه له. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.